هذه أول تجربة مهنية لك ويلاه بديتي في خدمة جديدة، ودابا كمستخدم جديد من الضروري أنك تأقلم وتندمج مع فريق العمل باش تطور من راسك وروح الفريق وتحقق أهداف الشركة، حيت يد وحدة ما كتصفقش. وتبع معايا نشرح لك أش خاصك دير. أول حاجة تعلم تشوف وتلاحظ قبل ما تهضر باش تفهم كيفاش كيخدموا الموظفين مع بعضياتهم والطريقة اللي كيتعاملوا بها، وما تحكمش على الناس قبل ما تعرف عليهم، وما تكونش مندافع حيت هالشي غادي يسهل عليك تندمج في الخدمة. وديما ملي يجي شي واحد جديد للخدمة حاول تكتشف المهارات ديالو وتفهم منه كيفاش كيبغي يخدم، هكا تقدر تفهم معه ويمكن تلقاو بزاف النقاط مشتركة بيناتكم. المهم ما تحكمش على الناس قبل ما تعرفهم حيت هالشي غيدير لك غير العراقيل في الخدمة. ما تفكرش غير في راسك وكيفاش تحافظ على بلاصتك وتبقى خايف من الناس، بالعكس خاصك تندمج، والتواصل راه مهم، داكشي علاش جلس مع اللي خدامين معاك وتناقش معاهم باش نهار تجيك شي خدمه مع فريق العمل تكون مفهم معاهم وكتعرفهم واحد بواحد، وحتى الا واجهتكم شي مشكله في الخدمه تكون كتعرف تتواصل معهم مزيان، وهكا غادي دير خدمتك مزيان وفي نفس الوقت غادي تستمتع. واهم حاجه نوصيك عليها هي تحمل مسؤوليه القرارات والنتائج ديالها سواء كانوا زوينين ولا خايبين، ما تلوحش المسؤوليه على اعضاء الفريق، المهم هو تعرف كيفاش تتعامل وتصحح الخطا، وديما قدر المجهودات اللي كيديرهم اعضاء الفريق وما تنقصش من خدمتهم. فكر مزيان، حدد الاصل ديال المشكل والاسباب ديالو واختار الكلمات اللي غادي تعبر بهم، تعلم تتحكم أعصابك، جلس مع الشخص المعني بالأمر وحاول تفهم معه، عرف كيفاش تتواصل مزيان وتحل المشكل بشكل منطقي وبكل هدوء وبلا ما تكبر القضية وتولي داير شي مشكل كبير في الخدمة. وما تنساش أهم حاجة هي الخدمة تدوز مزيان وكلكم تكونوا مرتاحين في داكشي اللي كديروا وتحققوا لي زوبجيكتيف ديالكم وديال الشركة في جو زوين وكالم.